إذا متابعون حبايبنا مرة أخرى مرحبا بكم عبر تلفزيون شاهد، يا هلا ومرحبا فيكم في هاني وغني في حلقة جديدة ومتجددة من أساسية المتعة الإثارة. كل هذا أكثر راح أكون ويانا، ما عليكم لا أيضا تكونون ويانا ويا حياكم الله. نذكر بطريقة المشاركة، صح حرف الهاء أو حرف الإتش على زين وطنية فيفا موبايل إس تي إس. كل هذا أكثر راح يكون ويانا، جوائزنا قيمة ما عليكم إلا أن تكثروا مسجاتكم. متابعينا عارفين طريقتنا، نشوف وياكم الأغاني فتختارون أغنية توجهون هدائكم، بعدها نلعب أكمل مثل أو مصطلح كويتي قديم أو أداة كويتية قديمة. كل هذا أكثر راح يكون ويانا، وناخذ أول اتصال ويانا لهذا اليوم ويا عبد الله. ألو. ألو عبد الله. ألو السلام عليكم أخوي، شلونك عبد الله؟ حياك الله يا عبد الله. الله فيك. هلا والله. أخبارك تمام؟ الحمد لله كله تمام. نشوف وياك لحظة الأغاني، تختار أغنية من الأغاني الظاهرة أمامك على الشاشة. عندك الأغنية الأولى لا تلوموني، الأغنية الثانية لايك عليها، الأغنية الثالثة مايلوق لولو، الأغنية الرابعة نعم نحبك، الأغنية الخامسة سراي. الأغنية الأولى. الأغنية الأولى حق حق من هدائك؟ والله حق الربع هني في الديوانية وحق الأهل. واصل إن شاء الله هدائك. راح نلعب وياك أكمل مثل، حلو؟ يلا يلا. اللي ما يستحي منك اللي ما يستحي منك لا لا تستحي منه. صح، ويا سلام عليك يا عبد الله، ومبروك فزت ويانا بجائزة عبارة عن ساعة يد ماركت إيفال مقدمة لك من تلفزيون الشاهد، وحياك الله يا عبد الله. تسلم تسلم. شكرا لك. متابعينا لا تلوموني، نروح وياكم ونرد. تلوموني إذا ذبت بهواها أو تمادت بمحبتها وغلاها، القمر وده يسمون الكويت والنجوم تضر والله من حلاها. قولوا معاي يا بعد عمري وقلبي الكويت، يلا قولوا يا بعد عمري وقلبي الكويت. ولا تلوموني إذا ذبت بهواها أو تمادت بمحبتها وغلاها، القمر وده يسمون الكويت والنجوم تغار والله من حلاها. بعد لا تلوموني إذا ذبت بهواها أو تمادت بمحبتها وغلاها، القمر وده يسمون الكويت والنجوم تغار والله من حلاها. إذا متابعينا حبايبنا لا تلوموني إذا ذبت بهواها. متابعينا حبايبنا ذكركم الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، حرف الإتش حرف الهاء. كثر مسجاتكم يا جماعة، كل ما كثرت مسجاتك كل ما كانت فرصتك بربح ويانا أكثر. شو عندك يا أخي؟ طرش مسجات فوز ويانا. لا تنسى أسئلتنا سهلة وراح أساعدكم فيها. عندنا محمد مالك، ثاني اتصال انقطع الاتصال. نذكركم مرة أخرى بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، حرف الإتش أو حرف الهاء، زين وطنية فيفا إس تي إس وموبايلي. كثروا مسجاتكم، أمثلتنا سهلة، أسئلتنا أسهل فأسهل، وجوائزنا طبعا قيمة. متابعينا حبايبنا أحمد العنزي ويانا. ألو. حياك الله أحمد. هلا فيك. أخبارك تمام؟ والله بخير الله يطول عمرك. نتابع وياك لوحات لنا الثرانية من أغاني ظهرة أمامك على الشاشة إن شاء الله. يلا. عندك أربع أغاني سراي لايك عليها، مايلوق اللولو نعم نحبك. نختار نعم نحبك. حق من هدائك؟ والله هدية حق الربع حق الأهل والجماعة. هدية لكم طبعا القائمين على التلفزيون الشاهد. واصل يا الغالي، واصل البرامج هدائك. البرامج اللي تقدمونها أمانة طبعا البرامج تقدمها كلها لعيونكم متابعينا متابعين الشاهد. تسلم تسلم حبيبي. راح أعطيك أكمل مثل، حلو؟ إي تفضل. اللي ما يطول العنقود يقول شنو؟ اللي ما يطول العنقود؟ اي اللي ما يطول العنب والمعد كاتب لي يا جماعة، لحظة خلنا قط الباج. لا يا جماعة المعد كاتب لي اللي ما يطول العنقود، هذا عليك واحدة فيصل، عليك واحد. اللي ما يطول العنب اللي ما يطول العنب
يقول انا حامل او يقول حامل عنه يقول صح؟ ايوه يا سلام عليك يا احمد، مبروك يا احمد فزت. وين مشكور مشكور ما قصرت ثلاث شهور مقدم لك من كيمز بسرعه واحد ميك، وكيمز دائما الاقوى الافضل والاسرع. متابعينا حبايبنا كل الشكر حق احمد اللي نزل اتصاله، نتابعكم الاغنيه ورد لكم. نعم نحبك ياللي انت فيتي، نعم نحبك ياللي انت فيتي، يحمج لنا الله يحمج لنا الله يحمج لنا الله الله ويصونك ويدم عليك النعم ويدم عليك النعم. إذا متابع الحبايب نعود مجددا إليكم، نعم نحبك يا كويت، نعم نغليك، نعم نفديك بأرواحنا ودمانا يا كويت. نذكر طريقة المشاركة حرف الهاء حرف الإش، الأرقام ظهر أسفل الشاشة، شاركونا وكثروا مسجاتكم. ناخذ اتصال محمد. هلا والله محمد مالك. هلا حياك الله حبيبي، راح نشوف ياك لحظة نختار أغنية من الأغاني الظاهرة أمامك على الشاشة. والله ما قدام الشاشه عندك ثلاث اغاني، الاغنيه الاولى سراي، الاغنيه الثانيه لايك عليها، الاغنيه الثالثه ما يلوق لولو. محمد لا تبغى الاتصال، يمكن حظك كان محمد اليوم حلقاته مش ولا بد. دقيت قبل شوي انقطع من الان انقطع، ذكركم مره اخرى بالرقم الظاهر اسفل الشاشه، حرف الهاء او حرف الاتش، زين وطنيه فيفا اس تي اس موبايلي. كثر مسجاتكم يا جماعه، جوائزنا قيمه تنتظر اللي يفوز فيها. عندنا اتصال مخرجنا، نفس ما قلت لكم كثروا مشاركاتكم. خالد احمد، الو الو، حضنا اليوم ما ادري ايش فيه. ياسر، الو الو، هلا ياسر. هلا اخبارك تمام؟ الحمد لله. ياسر راح اشوف وياك لوحة الاغاني وتختار اغنيه من الاغاني، حلو؟ بس انا مو قدام التلفزيون، راح اقول لك الاغاني. حبيبي حبيبي مشكور. عندك ثلاث اغاني، سراي لايك عليها وما يلوق اللولو. الاغنيه الثالثه شنو؟ ما يلوق اللولو. عطنا ما يلوق اللولو خلينا نسمع. حق من هدائك؟ والله حق الوالده، هدي حق الوالده. بعطيك الحين اكمل مثل، حلو؟ اوكي. اللي بالجدر؟ اللي بالجدر يطلع من الناس. يا سلام عليك يا ياسر، مبروك فزت على راسي يا حبيبي. تذاكر اكبر بارك، مبروك يا ياسر. تسلم شاكرين لك، شاكرين لك يا الغالي اتصالك. متابعينا ما يلوق اللولو على تلفزيون الشاهد، تابعه. ما يلوق اللولو إلا على الزين، والقلب ما يسع هوى حبيبين. ما يلوق اللولو إلا على الزين، والقلب يا كويت الحافج جفوني وفراشك العين. متابعينا حوالينا دائما الاوقات الحلوه تنتهي بسرعه،
حلقتنا هذه لما انتهت، لكن الوعد بمشيئة الله غدا كونوا ويانا بنفس الموعد نفس المحطة. في أمان الله ومع السلامة.